السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن عطر لانوي ديلوم ايدي تواليت. العطر هاد اشهر من نار على علم في عالم العطور، هل يستحق الشراء ام لا؟ الاسباب في مراجعتي لهذا الفيديو. عبوة إيسا لوران لانوي ديلوم الإيدي تواليت، هاي شكل العبوة. كثير احذروا التقليد في هذا العطر، كثير في منه عطور مقلدة. هاي الباتش، هاي شكل المحفور عليها العطر، وهاي العبوة، هاي نسخة الميت مل. تومايزر العطر بشوفه قديم حديث، في لمسة كلاسيكية في هذا العطر، بنفس الوقت في لمسة حداثية اللي هي السبايسز في هذا العطر. السبايسز مش قوية زي العطور القديمة الكلاسيكية، يعني في الوجي طبعا حادة شوي السبايسز، ولكن بتضل في لمسة الكلاسيكية للعطور القديمة، فهو خليط. ليش لازم نشتري هذا العطر؟ أسباب عدة أنا صراحة بشوفها إنه للأشخاص اللي بيحبوا العطور، اللي بيجمعوا العطور، هذا العطر ضروري يكون في مجموعتهم العطرية. رقم واحد، أول إشي هذا العطر من أجمل العطور السبايسية إن لم يكن أجملها على الإطلاق. كمية السبايسز في هذا العطر، خاصة الحبهان اللي هو الهيل مع السينامون القرفة واللافندر مع السبايسز، معطيه طابع كثير جميل مع لمسة سويتية في هذا العطر. النقطة الثانية، هذا العطر رقم واحد في عطور الإنكاونتر أو العطور الحميمية، عطور المتزوجين، عطور للناس القريبين جدا، عطور شهر العسل. ليش؟ العطر مش كثير بضايق اللي حواليك، نفس الوقت جذاب جدا جدا جدا، خاصة مع الصبايا، كثير مفعول هذا العطر رائع مع الصبايا، وهي نقطة مهمة جدا في شراء العطور. النقطة الثالثة، العطر في الشتاء بدخلك عالم ثاني. ممكن شوي في الصيف أنا ما بحبذ هذا العطر، بيتفاعل بسرعة وبيتبخر بسرعة، فأداؤه بقل إلى النصف في الصيف، مع أنه العطر أصلا أداؤه ضعيف. في الشتاء والخريف في الأجواء الباردة خلنا نحكي، العطر بيعطيك، بتقل الحدية تاعته، خاصة الافتتاحية تاعت السبايسز مع اللافندر بتقل، بيعطيك جمال أكثر، عشان هيك بحبذه في الأيام الباردة وخاصة الليل. النقطة الثالثة، هذا العطر عطر المواعدة رقم واحد. إذا عندك موعد مع صبية، رايح تخطب، رايح تقابل صبية، أول لقاء، الفيرست امبريشن أو الانطباع الأول، إذا راشش هذا العطر، هذا العطر خرافة. بمعنى آخر بتضلها هاي الريحة في ذاكرتها، تحفر في ذاكرتها. الرائحة في هذا العطر صدقني مش مكررة في أي عطر ثاني. اللافندر مع السبايسز مع السينامون القرفة مع المكونات الحبهات كثير جميلة، مع الأخشاب، مع لمسة سويتية ولمسة باودرية في هذا العطر، برأيي الشخصي من أجمل العطور المواعدة، من أكثر العطور اللي بيحبوها الصبايا. ليش تشتري هذا العطر؟ هذا العطر بالتأكيد راح يحقق لك مديح، بالتأكيد بدون أدنى شك. إذا الناس شمت هذا العطر عليك راح تسألك إيش هذا العطر اللي أنت راشه، إيش هاي الريحة الجميلة اللي أنت حطتها، خاصة في ليالي الشتاء لما بتكون الجو بارد وبعطيك هذا العطر الدفى والحميمية. بالتأكيد راح الناس راح تجلب انتباه الناس اللي حواليك وراح يسألوك ايش هذا العطر. بضل سبب واحد او سببين لعدم شرائك هذا العطر. اذا انت شخص بدور على قنينة عطر واحدة او قنينتين يستخدمهم، واحدة في الصيف وواحدة في الشتاء طول السنة، ما عنده تشكيلة عطرية ومش مغرم كثير في العطور ومش كثير بحب يجرب عطور، بده بس علبة عطر تعطيه أداء ويرشها طول الوقت، أو علبتين، واحدة للصيف واحدة للشتاء زي ما حكينا، هذا العطر مش عطر مناسب لك. ليش؟ العطر أداؤه ماكسيمم على الجلد 3، إذا بيعطيك 4 ساعات بيكون توب، يعني بأيام البرد القارس ممكن يعطيك 4 ساعات. هسا على الملابس بيعطيك أكثر، بس مش رح يكون أداؤه خرافي على الملابس، يعني 8 ساعات أو 9 ساعات، ممكن يعطيك 6 ساعات ماكسيمم. فإذا بتدور على الأداء الثباتية والفوحان، هذا العطر مش مناسب إلك. النقطة الثانية، العطر سعره بيطلع وبينزل، ولكن بالحد الأدنى سعره ما بيقل عن $60. عشان هيك إذا بتدور على عطر منخفض السعر مع أداء، هذا العطر مش العطر مناسب إلك. لافندري خشبي اللي بهيمن عليك، ممكن افتتاحية شوي تكون حادة، اللي بخفف حديته هي البرودة تاعت الجو، ما تحكم عليه في الافتتاحية، بعدين العطر بصير سموث أكثر، بيعطيك هذا الدفى، بيعطيك هاي الجمالية في الرائحة، في طابع باودري، دائما العطور الباودرية بتحبها الصبايا، بيعطيك لمسة سويتية بسبب الأخشاب اللي موجودة في هذا العطر، وأكيد اللافندر، لأن اللافندر بيعطي لمسة سويتية في العطر. تقييم النهائي لهذا العطر من 10، أنا بعطيه 8.
السبب السعر شوي مش مناسب، يعني مرتفع شوي، وهيك شركة إيسا لوران أسعار عطورها شوي مرتفعة، الأداء للعطر شوي أنا بشوفه ضعيف إلى تحت الضعيف. لو العطر بيعطيك أداء 7 أو 8 ساعات أنا بعطي هذا العطر 10/10 بغض النظر عن سعره. إشي أخير، العطر بيجلب كثير انتباه، عمري في حياتي ما ارتديت هذا العطر وطلعت على مكان، على عرس، على سهرة، على أي مكان إلا حدا سألني عن هذا العطر. هاي العبوة الثانية، العبوة الأولى كانت 200 مل خلصت، واضطريت أشتري كمان عبوة 100 مل 200 مل خلصت. ما عمريش ارتديت هذا العطر إلا سألوني الناس إيش الريحة الجميلة الفخمة اللي أنت رششها. العطر يستحق، العطر جميل، العطر حميمي، جذاب، سدكتيف، سكسي، من أروع العطور، أكثر العطور الحميمية. بس لو إنه هذا العطر بيعطيك أداء أفضل في جميع الأحوال، هذا رأيي الشخصي في هذا العطر. كمان في فترة التباعد الاجتماعي وأزمة كورونا ما تتوقع حدا يمدحك على هذا العطر، لأنه ما حدا راح يشمه منك على مسافة بعيدة، لأنه هذا العطر إنكاونتر للقريبين، للمقربين منك، هم بس اللي راح يشموه. فالعطر ما بيعب المكان، وما عمري ارتديته إلا وإجاني منه مديح من الأشخاص القريبين. في نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو بتمنى تضغطوا لايك، وإذا عندكم أي استفسار أو أي سؤال بتمنى تضيفوه في خانة التعليقات، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا على مشاهدتكم.